انت من اشهر التيك توكرز بمجال الاكل والمطبخ، وبفضل طريقتك المبتكره بتقديم الوصفات صار عندك باقل من سنتين 27 مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعي. ميشيل ما بعينه عنده 27 متابع على الانستغرام. هو 27 كل واحد قد 27 مليون. منهم اسم الله عبير 22 مليون بس على التيك توك، باعلى نسبه متابعه بالبلدان الناطقه بالعربيه كلها. يعني انت اعلى حدا عنده هيدا، اعلى حدا بالدول العربيه، بالدول العربيه كلها 22 مليون انه كثير كثير. ومؤخرا حصلتي على جائزه جوي اووردز 2023 لاشهر امراه مؤثره بالسعوديه، بالاضافه لجائزتين من تيك توك كرييتر اوف ذا يير 2022 وفود كرييتر اوف ذا يير 2022. بدها زقفه كثير كبيره. عبير شو هادية، هدوء، حسيت هيك كلها كثير كثير. حتى نحن ارتحنا هيك، حسيت ايه هيك بتريح. ايه بتريح 100%. عبير بتطبخي باسلوب مميز، انا بحسك اكثر يعني بتعملي بيرفورمنس اكثر من طبخ. يعني عندك طريقتك حتى كيف بتحطي الاكل، وكانه هيك فيها تناغم، نوع من الرقص، نوع من الحركة الجسم، يعني كثير حلوه. بتطبخي باسلوب مميز وسريع مع الاهتمام باطلالتك، كل مره بنشوفك باوتفيت شكل، وبترافقك الموسيقى، وما بتعطي مقادير، وما بنسمعك عم تحكي ابدا. ليش اعتمدتي هالطريقه؟ هلا حكيت زقفة حكيت. هلا فيديوهاتي هي اكثر ك فيلينج اكثر مما انا بقدم لك وصفه. اوكي بعملها قصيره وفيها هيك يعني روح وحده، تكون تحسي قد ايه الطبخ سهل، قد ايه الوجود بالمطبخ حلو، قد ايه الطبخه بالاخر طلعت حلوه، بعطيكي فكره جديده، بعمل لك طبخه تقليديه من بلد هيك بتحسسك رجعتي بالزمن لورا. فاولويز بالفيديوهات بيكون عندي هيك شيء حلو الفيلينج بعطيه للي عم يحضر اكثر من ريسيبي. اما ليه ما بحط مقادير؟ لانه بالنسبه لي الطبخ يعني مش انه والله بقول لك انا كاسة رز وكاسة كذا وملقعة كذا انت رح تقوم تعرفي تطبخي، لا، طبخ صعب. الطبخ بده طريقة، بده يكون عندك فكرة، نفس، بده يكون عندك باك جراوند خاصة بالطبخ. انت مجربة، مش انه والله بقول لك انا مقادير وانت بتقومي بتطبخي بتطلع معك الطبخة. بشكل اذا جيتي اعطيتي مقادير وحدا ما زبطت معه الطبخ شو دي يجي يقول لي كتير حق عليك. بتصير كثير. يعني انا مثلا من الناس اللي اول ما تزوجت اشتريت كتاب وكان كثير مشهور، ولا وصفه زبطت معي. وبعدك لهلا ولا مش الحال؟ لا، بعدين اعتمدت على مثل ما قالت على الشعور، على النفس. يعني هيدي الطريقه اللي اهلنا كانوا يعني معتمدين. بالضبط. عبير بس اندعيتي على الرياض، توقعتي انك تفوزي بالجائزه؟ هلا ما توقعت، مش لانه يعني ما توقعت، لانه انا ما كنت رايحه وحاطه براسي انه انا رايحه بدي الجائزه. كنت رايحه اعيش الاكسبيرينس، كون موجوده بين العالم، كون موجوده بين الفنانين اللي كانوا مدعوين. فبس طلع اسمي صاروا يسالوني كنت متوقعه، اقول لهم لا. ليش؟ لانه انا فعلا اصلا ما كنتش عم فكر بالجائزه. وين تعلمتي الطبخ؟ وين تعلمتي كل هالفن؟ من خروف، تعملي خروف لتعملي باتيسري لتعملي هيك، وشو اللي اخذك بعدين على السوشيال ميديا؟ مين علمك اول شيء؟ هلا انا تعلمت لحالي بالبيت. انا بحب الطبخ من قبل، وبس بدي وصفه فوت شوفها، احضر يوتيوب شوف كيف بيطبقوا وجرب انا لحالي. وفتت على السوشيال ميديا، انا كنت قبل ما فوت بالطبخ كنت فاشن اكثر. بعدين على وقت ما اجى تيك توك وكورونا سوا وقعدنا بالبيت وما عاد في طلع وكذا، فانا المطبخ موجود ولحالي، صرت جرب يلا صور، بجرب صور، صورت ومن وقتها انطلقت على السوشيال ميديا. بس اللي بيشوف الفيديو الخاص فيك يا عبير بيقول عندك فريق كامل، يعني عم بيصور، عم بيمنتج، عم بيظبط اضاءه وهيك. وبعدين رجعنا عرفنا انه انت عم تعملي كل هالشيء. كيف؟ اسم الله عليك. يعني تطبخ العملية كلها، مش يعني تطبخ الأكل، إخراج وتقطيع وموسيقى وأديتينج لحتى تعمليها لقد صغير. كيف تعملي هذا الشيء كله سوا؟ هيك كتير صعب.
الشغل اللي بعمله كثير صعب، كثير متعب، بس انا يعني it takes from me، بياخد من وقتي، فانا بصحى بكير ببلش شغلي كل النهار لاخر النهار لحتى اطلع باخر النهار بفيديو، والتكرار بيعلم. تكرار بيعلم 100%. فانا صار لي تقريبا 2 years على السوشيال ميديا، 2 years تقريبا يوميا عندي فيديو.